مشاهدينا أهلا بكم إلى جولتنا في السوق لهذا اليوم، نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها. الجنيه المصري يواصل ارتفاع أمام الدولار مع عودة الاستثمار وانتعاش السياحة. الليرة التركية تنخفض 2% بفعل تنام الضغوط على الأسواق الناشئة والتوتر بين واشنطن وأنقرة. أهلا بكم في تفاصيل. وصل سعر الجنيه المصري الصعود أمام الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي الذي تراجع بما يقترب من 4% منذ إعلان محافظ البنك المركزي المصري قبل فترة أن سعر الصرف سيشهد المزيد من الحركة. انخفض الدولار إلى نحو 17 جنيها و24 قرشا مقابل 17 جنيها و87 قرشا للشراء في يناير الماضي، فيما توقع مراقبون أن تستمر هذه الحركة التصاعدية للجنيه المصري خاصة مع عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية. هذا وحصل الاقتصاد المصري على دفعة معنوية نهاية الأسبوع مع إعلان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيف مصر إلى بي موجب مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل التصنيف السابق عند بي موجب. معنا من القاهرة المحلل الاقتصادي محسن عادل للتعقيب والتحليل حول هذين الموضوعين. مرحبا بك معنا سيد محسن عبر شاشة الغد. نبدأ من تقرير وكالة فيتش بالأمس ورفع التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة، برأيك ما هي الأسباب؟ عدة أسباب كانت هي اللي بتدفع فيتش لهذا الارتفاع، واللي أتصور أنه جاء متأخرا يمكن عن توقيته. إحنا كنا متصورين أن هذه الارتفاعات سوف تأتي في وقت أبكى من ذلك، خاصة بعد تراجع العجز الأولي وتحوله إلى فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، انخفاض العجز في ميزان المعاملات الخارجية بشكل كبير خلال الفترة الماضية. النسبة كانت 3.5% في 2017، تراجعت إلى 2.5% فقط خلال 2018، وده رقم هائل. استمرار المنحنى المتراجع بشكل قوي بالنسبة لمعدلات التضخم من 30% اللي كنا وصلنا لها في ذروة 2017 في المرحلة الأولى للإصلاحات إلى مستويات أقل من 14% الآن. تراجع معدلات البطالة، الانحسار الملحوظ خلال الفترة الأخيرة في مؤشرات الضغط على سعر العملة اللي يمكن تحررت بشكل واضح كما ذكرت حضرتك في التقرير السابق صحيح. دقائق. أيضا هناك مؤشر هام جدا هو ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، تحسن أداء قطاعات الاستثمار والصناعات الاستخراجية وقطاع السياحة والدفقات النقدية التي تأتي فيها، إقبال الأجانب على مشتريات في أدوات الدين بشكل ملحوظ. عوامل كثيرة وظواهر مختلفة خلال الفترة الماضية بتؤكد أن حالة الحراك الاقتصادي وحالة التحسن في مستويات الأداء خلال الفترة الماضية كانت في أفضل مستويات، وبدأنا الآن يكون هناك العديد من التحسن. الشيء الأهم أن مصر مستمرة على برنامجها الإصلاحي بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة، وده أمر أتصور أنه سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، وحيؤدي في بالتبعية إلى مزيد من الاستقرار ومزيدا من التحسن في مستويات الأداء خلال الفترة المقبلة. أشارت فيتش سيد محسن إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي مستمرة في التراجع في ضوء ما ذكرته من تحقيق فوائض في الموازنة واستمرار تحسن مؤشرات الموازنة المصرية، ما الذي يعكس كل ذلك عن الاقتصاد المصري؟ بيعكس أكتر من شيء. أولا بيعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع التدفقات النقدية الخارجية اللي في شكل مديونيات، في أنه الآن بيحولها إلى نسبة أقل من معدلات الناتج. ده معناه أن معدل الزيادة في الدين بيتراجع قياسا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وده أمر مهم جدا في التوقيت الحالي. العنصر الثاني أن معدل الأمان بالنسبة للاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي بيتزايد قوته مع تراجع النسبة للناتج المحلي الإجمالي. العنصر الثالث أن معدلات خدمة الدين
رغم كان تصاعدها خلال العامين الماضيين إلى أنها الآن أصبحت بتتراجع قياسا بإجمالي حجم الموازنة اللي بيتصاعد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. تراجع الآن معدلات الفائدة واتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بأدى بالتبعية إلى تراجع معدلات خدمة الدين، وده أمر هيساهم بشكل واضح في التحسن. ارتفاع معدل السيولة في الاقتصاد المصري جعل معدل الاقتراض الخارجي بيتراجع خلال الفترة الأخيرة، وبالإضافة إلى أن جزء كبير من الاقتراض الحكومي على مدار السنوات الماضية أو الأربع سنوات الأخيرة كان بيتجه إلى مشروعات قومية وإلى مشروعات بنية تحتية، وده أمر معناه أن توليد دفقات نقدية منها هيؤدي إلى تغطية معدلات خدمة الدين بشكل أكبر. كل دي أمور بتؤكد أن معدلات الأمانية ومعدلات الخطورة بالنسبة لمعدلات الاقتراض بتتراجع بشكل ملحوظ، وده اللي دفع مؤسسة فيتش إلى رفع التصنيف، وأتصور أن مؤسسات أخرى هترفع أيضا التصنيف خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. لماذا لو تحدثنا عن أداء العملة المصرية الجنيه المصري، لماذا هذا الأداء للعملة؟ ما الذي دفعها للارتفاع أكبر أو أعلى مستويات بلغتها في عامين أمام الدولار؟ أربع أسباب متتالية. العنصر الأول هو التحسن في مؤشرات الاقتصادية اللي ذكرناه. العنصر الثاني هو تدفقات السيولة اللي بالعملة الأجنبية اللي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، سواء من مستويات من قطاع الاستثمار أو من الصناعات الاستخراجية أو من معدات السياحة أو من تحويلات المصريين في الخارج. العنصر الثالث هو إن خلال الفترة الأخيرة معدل الطلب على الدولار أصبح أقل مما كان عليه، لأن معدل الاستيراد من الخارج أصبح أقل. العنصر الرابع هو تحسن مستوى أداء الصادرات نسبياً، وده الأمر بيجعل السيولة اللي بتأتي من الخارج سيولة أكبر إلى حد كبير، وده ساهم في تحقيق التوازن اللي دفع به معدلات سعر الصرف إلى التحسن خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مرونة السياسة النقدية اللي بيتبعها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي محسن عادل، كنت معنا برشاشة الغد من القاهرة. قال البنك المركزي التونسي أنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75%، ورفع المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة إلى 7.75% من 6.75% في مسعى لمكافحة ارتفاع التضخم. وكانت هذه الزيادة في سعر الفائدة هي الثالثة على مدى 12 شهرا الأخيرة، بينما زاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.3% في فبراير من 7.1% في يناير، وبلغ معدل التضخم السنوي 7.8% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990. قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية السودانية إن الرئيس السوداني عمر بشير أصدر أمر طوارئ يحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها. أضاف البيان أن الأفراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني، أي حوالي 21 ألف دولار أمريكي خارج النظام المصرفي. كما حظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية حيازة الجنيه السوداني بما لا يتناسب مع حجم نشاطها، وبحد أقصى 5 ملايين جنيه سوداني. وحدد أمر الطوارئ عقوبة مخالفة الأمر بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات والغرامة. انخفضت الليرة التركية ما يزيد على 1.5% مقابل الدولار في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة، وتعرضت أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقا. ومن جانب آخر ارتفع تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبلاد لأعلى مستوى منذ منتصف يناير الماضي في ظل تعرض السندات المقاومة بالدولار والليرة إلى ضغوط، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة. السوق مستمر معكم من قناة الغد في القاهرة، وتتابعون معنا بعد الفاصل. أوبر تخطط لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك في طرح يتوقع أن يكون هو الأكبر في 2019. أهلا بكم من جديد. تخطط شركة أوبر المتخصصة في خدمات نقل الركاب لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك للأسهم الأمريكية من خلال الطرح العام الأولي الذي من المتوقع أن يكون الأكبر هذا العام. ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، من المتوقع أن تتقدم أوبر بالاكتتاب في أبريل، وهو ما قد يقيم شركة خدمات مشاركة الركوب بقيمة 120 مليار دولار.
باختيار بورصة نيويورك، فإن أوبر تدخل إلى موطن بعض من أكبر الاكتتابات في التاريخ بما يشمل الشركة الصينية علي بابا وجنرال موتورز. وتختلف أوبر عن منافساتها ليفت، والتي ستبدأ التداول الأسبوع المقبل في ناسداك جلوبال سيلكت ماركت. وينضم إلينا من دبي عبر الهاتف المحلل المالي فادي عبد الرحمن. سيد فادي، مرحبا بك. على ما يبدو سوق البورصة سيشهد أرقام قياسية جديدة، كيف تتوقع عملية الطرح، طرح شركة أوبر في بورصة نيويورك من حيث حجمها والإقبال عليها أيضا؟ مساء الخير. طبعا الحقيقة زي ما حضرتك يمكن قلت في المقدمة المتميزة، عندنا طرح أسطوري الحقيقة أو طرح تاريخي بالنسبة لأوبر. عندنا تقييم بنتكلم يمكن على حوالي أوجست اللي فات أو شهر 8 اللي فات حوالي 72 مليار دولار. بنتكلم على توقعات الاي بي او، بنتكلم زي ما حضرتك قلت في المقدمة 120 مليار دولار. الأرقام ضخمة جدا، التوقعات الحقيقة ضخمة جدا. هو الأضخم هيكون في السوق الأمريكي في 2019، شفنا بدايات قوية جدا في 2019. عندنا عامل مهم جدا هو تثبيت سعر الفايدة اللي كان بيتكلم عليه ترامب بشكل واضح جدا، وكان الحقيقة محور خلافات ما بين الإدارة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي. كل ده هيؤدي إلى زخم شديد جدا في الاكتتابات، إلى زخم كبير جدا في السوق الأمريكي أو سوق الأسهم الأمريكي. توقعاتنا إن ده هيكون طرح الحقيقة تاريخي، يمكن زي ما حضرتك قلت زي علي بابا في الصين. متوقعين مجموعة من الشركات الخدمات في الفترة المقبلة هتكون كمان مفتوحة للطرح العام. قدامنا يمكن شهر إبريل حبان الصورة بشكل واضح جدا. اعتقادي الشخصي أن هذا هو الطرح الأكبر تاريخيا في التاريخ الأمريكي في العصر الحديث. لماذا الآن برأيك أقبلت أوبر على الطرح في أو طرح أسهمها في بورصة نيويورك؟ برأيك هل تحتاج إلى أموال لتحقيق نمو، أم أنه الوقت الراهن هو أفضل سعر لطرح الأسهم باعتبار أنه سعر السهم سيكون عاليا؟ الحقيقة عندنا عاملين أو ثلاثة الحقيقة متغيرات هي اللي أدت إلى هذا الطرح في هذا التوقيت. الحقيقة الطرح كنا بنتكلم عليه من منتصف العام الماضي، كان بعض المشاكل التنظيمية يمكن حضرتك شفتها، كان في بعض قضايا التحرش، كان بعض قضايا الحقيقة تنظيم أوبر في بعض الدول العربية، في بعض الدول الأجنبية. شفنا مظاهرات الحقيقة في روما، مظاهرات في لندن، مظاهرات في مدريد ضد أوبر. الحقيقة أعتقد أن الأمور هديت تماما. أوبر استطاعت أنها تحصل على تنظيم الحقيقة قانوني في مجموعة من الدول العربية، مجموعة من الدول الحقيقة الأجنبية. أصبحت شركة ذات كيان قانوني واضح جدا. أدي واحد. اثنين، زي ما قلنا عندنا عوامل مختلفة جدا، أهمها أعتقد وفي اعتقادي الشخصي هو تثبيت سعر الفايدة في أمريكا الفترة المقبلة بناء على تصريحات ترامب ورغبة الرئيس الأمريكي في أن الدولار ما يكونش قوي بهذا الشكل، أن الدولار لا يتصاعد طبعا لنتيجة الحرب التجارية مع الصين. إذا أوبر اختار التوقيت بالنسبة له توقيت مثالي جدا، أثبتت ككيان قوي جدا، كيان النهاردة خدمات والأقوى عالميا، بنتكلم على أرباح حوالي 3 مليار دولار، أن هذا هو التوقيت الأمثل أنها تتواجد في السوق الأمريكي. زي ما قلنا يمكن في المقدمة، متوقعين أن يجمع هذا الطرح حوالي 120 مليار دولار أمريكي، وهذا رقم الحقيقة ضخم جدا. وفي الحقيقة يتوقف على نسبة الطرح، ما تشير إليه التوقعات وما كنت سأسألك عنه، هل ستكسر رقم شركة علي بابا؟ اعتقد ان احنا قدام هيكون تنافس تاريخي ما بين علي بابا في الصين، وهناك مجموعه من الشركات الصينيه اللي هيتم طرحها في الفتره المقبله. اعتقد ان الحكومه الصينيه اصبحت جاده جدا في تنشيط الاقتصاد الصيني الفتره المقبله، وده هيبقى عن طريق طرح مزيد من الشركات العامه في البورصه الصينيه. اوبر هتكون الاقوى تاريخيا، يمكن ده رايي الشخصي، هي هتكون الاعلى تاريخيا. اشكرك. والحقيقه العالم كله في انتظار طرح اوبر، واعتقد ان ده حدث تاريخي هيكون يمكن اهم احداث 2019. اشكرك جزيل الشكر المحلل المالي فادي عبد الرحمن، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحرز تقدما، وإن الاتفاق النهائي سيتم إبرامه على الأرجح. أضاف ترامب أن دعوته للإبقاء على رسوم جمركية مفروضة على الواردات من السلع الصينية لبعض الوقت لا تعني أن المحادثات في مأزق. معنا من لندن المحلل الاقتصادي أحمد ياسين. سيد أحمد، مرحبا بك معنا عبر شاشة الغد. في ضوء ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تحرز تقدما وأن الاتفاق النهائي سيتم على الأرجح، كيف ترى الآفاق والفرص؟ يعني مهما انعكست تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوردية التي يعني تضمنتها الكلمات التي استخدمها، ولكن يبقى حال الخلاف بين الدولتين كبير جدا، وهناك يعني توقعات أنه من المستبعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقية شاملة لحل خلافاتهما. ف
فالخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي خلافات جذرية ترتبط مع نوعية اقتصاد كل بلد. الولايات المتحدة الأمريكية هو يعني يمثل الاقتصاد الحر في العالم، جميع الشركات الأمريكية تمارس نشاطها في الأسواق بحرية مطلقة، ولكن إذا قارنا مثل هذا النمط الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية وهو يعني اقتصاد متطور مع الاقتصاد الصاعد في الصين، هنا تظهر الخلافات الكبيرة جدا. وهناك ثلاث نقاط أساسية من المستبعد تماما أن يصل الطرفان إلى حل لهما. الأول مرتبط مع الملكية الفكرية. بالتأكيد الصين النهضة الاقتصادية الخارقة التي حققتها على مدى العقود الماضية ارتبطت مع نوعية النشاط الاقتصادي في الصين. كبرى الشركات الصينية هي موجهة من قبل الحزب الشيوعي الصيني، وهذه الشركات تنشط بكثافة خاصة في السوق الأمريكية، وهي يعني من تحت الطاولة تعمل للحصول على الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، وهذا لا يمكن أن تخفيه السلطات الصينية. لذلك نقطة الخلاف الأساسية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية سوف تبقى، بالرغم من الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطات الصينية في إنشاء محكمة متخصصة بالملكية الفكرية، ولكن مثل هذه الخطوة بالتأكيد سوف لن تبدد مخاوف الإدارة الأمريكية. النقطة الثانية المرتبطة بالولوج في الأسواق، وهذا يعني يعكس حال الخلاف الكبيرة بين الاقتصادين. الاقتصاد الصيني ما زال اقتصاد صاعد، والشركات الصينية هي موجهة بشكل مباشر من قبل السلطات الصينية. كذلك أيضا هذه الشركات مدعومة بكثافة من قبل قروض ميسرة من قبل البنوك الصينية الرسمية الحكومية، وبالتأكيد مثل هذه النقطة هي نقطة خلاف أساسية وكبيرة جدا، وكان يجب حلها قبل أن توافق منظمة التجارة الدولية على منح الصين عضوية في هذه في منظمة التجارة العالمية. النقطة الثالثة، النقطة الخلافية الثالثة وهي أساسية. نعم تفضل. النقطة الخلافية الأساسية مرتبطة مع البرنامج التسويقي الصيني تحت مسمى صنع في الصين 2025. هذه النقطة هي بالتأكيد أساسية في الخلاف بين الدولتين، إذ أن الصين من خلال هذا البرنامج التسويقي سوف يمكن أن تتمكن من أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم. وهنا تأتي طيب على ماذا يراهن ترامب إذن بهذه التصريحات سيد أحمد؟ ماذا يمكن أن تقدمه الصين؟ لماذا كل هذه الأشياء غير كافية؟ وأين يمكن أن تقف هذه التوترات؟ يعني الإدارة الأمريكية تنتظر من الصين لإيقاف الدعم الحكومي للشركات الصينية، ما يمثل نقطة غير عادلة في التنافسية مع باقي الشركات العالمية خاصة الشركات الأمريكية. كذلك أيضا الإدارة الأمريكية تنتظر شراء المزيد من فول الصويا الأمريكي، وعلى أن الصين أن تخرج هذه السلعة من العقوبات التي فرضتها على المنتجات الأمريكية كردة فعل صينية مقابل ما فرضته الإدارة الأمريكية من تعارف جمركية على السلع الصينية. كذلك أيضا تنتظر الإدارة الأمريكية لمنح الشركات الأمريكية وباقي الشركات العملية حرية أكبر للنشاط والعمل في السوق الصينية، ولكن جميع هذه الخطوات لا يمكن للسلطات الصينية أن تقدمها بشكل سلس وبشكل سهل، انطلاقا من كون الاقتصاد الصيني ما زال اقتصاد صاعد، أي أن الاقتصاد الصيني لم يصل إلى مرحلة الاقتصاد المتطور. الصين بالرغم من أنها أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة تصديرية في العالم، ولكن الاقتصاد الصيني ما زال يعتمد بكثافة على قطاع الصادرات. لذلك الخلافات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي خلافات كبيرة جدا وخلافات جذرية لا يمكن حلها في الاجتماع المقبل المرتقب في الشهر المقبل. وهنا واضح. تأتي ربما التوقعات سننتظر ما ستسفر عنه هذه الجولة من المفاوضات. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي أحمد ياسين، كنت معنا عبر شاشة الغد من لندن.
سجلت صناديق الأسهم العالمية نزوح تدفقات ضخمة في الوقت الذي يهيمن فيه التشاؤم بشأن النمو الاقتصادي على المستثمرين مجددا، وهو ما دفع إلى البحث عن العائد في أدوات الائتمان وشراء أصول أكثر أمانا كالسندات. قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريلانش اليوم الجمعة إن تدفقات بنحو 20 مليار و 700 مليون دولار نزحت من صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، بينما جرى ضخ أموال بقيمة 12 مليار و 100 مليون دولار في صناديق السندات. على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم في أنحاء العالم منذ بداية العام، فإن المراكز المكونة في الأسهم سلبية مع نزوح تدفقات من صناديق الأسهم بقيمة 66 مليار و 800 مليون دولار منذ بداية العام. قال عملاق الغاز الروسي غازبروم إن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا ستشكل منافسة قوية له في تغيير مفاجئ في لهجته تجاه امدادات الغاز من الولايات المتحدة. وقللت غازبروم في السابق من شأن مخاوف من أن امدادات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة إلى أوروبا قد يكون لها تأثير على نشاطها، مع قول مسؤولين بالشركة إن الغاز الروسي سيكون دائما هو الأرخص من الواردات من الولايات المتحدة. ويتدفق الغاز الطبيعي المسال من أمريكا إلى أوروبا منذ أكتوبر من العام الماضي معيدا تشكيل تدفقات الغاز في القارة ومؤديا إلى ارتفاع مستويات المخزونات وتضييق فوارق الأسعار. انتهت جولتنا في السوق لهذا اليوم، قدمناها لكم من قناة الغد في القاهرة وتابعتم فيها. الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار مع عودة الاستثمار وانتعاش السياح. الليرة التركية تنخفض 2% بفعل تنامي الضغوط على الأسواق الناشئة والتوتر بين واشنطن وأنقرة. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم دوما في أمان الله. إلى اللقاء.